أهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي بعد رفع الجلسة. في حلقة هذا الأسبوع النواب يعدل قانون مباشرة الحقوق السياسية ولا ترشح لمن ينتمي لجمعية سياسية منحلة. تعديل قانون المرور يرفضه النواب ليعاد لمجلس الشورى وقرارات شورية بحق تسع مواد من مشروع قانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات. إبقوا معنا. وافق مجلس النواب على اقتراح بقانون يقضي بحرمان قيادات اعضاء الجمعيات السياسيه المنحله بحكم نهائي لارتكابها مخالفات جسيمه لاحكام دستور المملكه او اي قوانين من قوانينها من حق الترشح في الانتخابات البلديه والنيابيه التشريع الجديد لا يحرم كل أعضاء الجمعيات السياسية من الترشح لمجلس النواب وإنما هذا الحرمان ينحصر في قيادات هذه الجمعيات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين أي ذوي النشاط الظاهر والمناوئ أما الأعضاء الذين لا علاقة لهم بنشاط الجمعية سوى أن أسماءهم مدرجة على قوائمها فلا يشملهم هذا القانون أو هذا الحظر كما يضمن التعديل لأي عضو من هذه الجمعيات المنحلة يرفض ترشحه التظلم أمام القضاء اعلن الرئيس احاله مشروع القانون الى الحكومه للعمل على وضعه في صوره مشروع بقانون واعادته الى مجلس النواب ثم حالته الى مجلس الشورى لاقراره بصفه نهائيه قبل التصديق عليه من جلاله الملك المفدى هذا وقد شهدت جلسة مجلس النواب مناقشة عدة مشاريع بقوانين وردت من خلال تقارير لجان المجلس واتخذ أو اتخذ السادة الأعضاء قرارات بالتأجيل أو الإعادة للجنة أو الموافقة وذلك وفقا لمقتضى حال كل مشروع بقانون ناقش مجلس النواب عدة مشاريع بقوانين الاول تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، حيث تم تاجيل المشروع بقانون إلى جلسة مقبلة لعدم حصول الأغلبية الموفقة أو الرافضة اللازمة لإصدار القرار. اما المشروع بقانون الثاني فكان تقرير لجنه الشؤون الماليه والاقتصاديه بخصوص مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون بصيغته المعدله من مجلس النواب بتعديل المرسوم بقانون بشان حمايه ودعم الصناعات الوطنيه وقرر المجلس الموافقه على اعاده المشروع بقانون الى اللجنه لمده اسبوعين لمزيد من الدراسه. أما الثالث فكان تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بتعديل قانون المرور وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ وإحالته إلى مجلس الشورى والرابع تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب بتعديل قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى والخامس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب بتعديل قانون تنظيم المباني وقرر المجلس الموافقة على إعادة المشروع بقانون إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة. إذن مجلس النواب يوافق على المشروع بقانون بشان رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال ويحيله إلى مجلس الشورى. حول هذا الموضوع معي في الاستديو سعادة السيد عبد الله بن حويل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أهلا بك سعادة النائب. أهلا وسهلا طبعا البداية كيف تتلمس أو يتلمس مجلس النواب الحاجة إلى هذا القانون اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقه كل الامور التي تثار بمجلس النواب عن ذو الاحتياجات الخاصه نعم. سواء مقترحات برغبه او مقترحات بقوانين تدور في فلك توفير الحياه الكريمه لهذه الفئه لان هذه الفئه لها ظروف خاصه ويجب ان تسن لها قوانين تتناسب مع شكل او تتناسب معهم بكل شيء يعني نعم. طبعا انا ضد تمييز أي فئة في المجتمع على حساب فئة الأخرى ولكن فئة ذوي احتياجات الخاصة تعاني وواجبنا أن نقف بجانبها أيضا يجب أن تسن قوانين واضحة المعالم تنظم وتساعد هذه الفئة في ممارسة حياتها العملية مثل الإسكان يجب أن يكون لهم الأولوية أيضا راتب بديل حتى يتم توظيفه أولوية بالتوظيف في الحكومة يجب تكون لهم الأولوية هذه الفئة أيضا يجب الحكومة تقدم حوافز للقطاع الخاص أو للشركات القطاع الخاص لتشجيعهم على توظيف الاحتياجات الخاصة ورفع نسبة الكوتا في توظيفهم بالحكومة بما يتناسب مع أعدادهم وظروفهم الخاصة يعني هذه الفئة فئة يجب أن احنا نهتم فيها بالذات في مجلس النواب يجب أن يكون لها الأولوية في كل حاجة في دعم مساندة رعاية في النهاية هؤلاء مواطنين وأسرة وأبنائنا وأخواننا وأسرنا فأنا متأكد أن مجلس النواب حريص وأتمنى أن تكون لهم حتى كوتا في مجلس النواب في التوظيف يعني يكونون يعني مجلس النواب إحنا كأعضاء نسن قوانين تخدم هاي الجماعة أتمنى أن يكون بعد كذا شخص من ذو الخاصة في مجلس النواب. إذا هناك سؤال هل هناك فراغ تشريعي ساعدت النائب لتعديل مثل هذا القانون؟ والسؤال الآخر هل هناك لا يوجد هناك هذه الخدمات متحققة على أرض الواقع ولكن هل مجلس النواب يريد بهذا القانون أو بتفعيل هذا القانون المزيد من هذه الخدمات؟ نحن حريصين من مزيد على هذه الخدمات نقدمها لهذه الفئة. حقيقة أحد النواب له الأخ محمد معرفي كان نعم. له أكثر من مقترح في هذا الجانب وإحنا ندعمه في هذا الجانب. هذه الفئة الكل يدعم هذه الفئه، الكل حريص عليها، نتمنى لهم الافضليه، نتمنى لهم المزيد، نتمنى لان الناس هذول مو بقادرين يحققون يعني ما يطمحون له بانفسهم الا بدعم منا ومن خلال مجلس النواب، سن قوانين و تشريع يخدم هذه الفئه. نعم. نعم. لو نتكلم عن ان هناك مقترح او هناك من خلال مناقشتكم خلال مجلس النواب في مجلس في الجلسه الاخيره بان هناك مقترح بان يكون هناك بطاقه تموينيه وتخفيض بنسبه 50%، كيف سوف تعملون على يعني اداره هذه هذا الموضوع؟ للاسف الشديد يعني كان رد الحكومه رد يعني ما يتناسب مع هذه الحكومه تدعم وتساند لكن احنا لما طلبنا يعني هذا المقترح بقانون تخفيض 50% لذو الاحتياجات الخاصة وما يخدمهم نعم وهذه هذه الفئة تحتاج يعني دعم من الكل من كل مجتمع البحرين لا سيما الحكومة، الحكومة يجب أن يعني احنا لو ميزناهم في أي مراجعة في في وزارة الدولة يكون لهم الأولوية، يكون يستثنون حتى في الإسكان طلبات الإسكان ويجب يعني وزارة التنمية تقوم بدور مشكورة للأمانة يعني ولكن احنا ندعم أيضاً ان يكون لهم الاولويه في كل حياتهم اليوميه او في كل وزارات الدوله ويكون لهم كوتا ويكون لهم نصيب اكبر في هذا ان هذا الجماعه محتاجين دعم ومسانده في النهايه هذا ابنائنا وهذا عيالنا مهما نقدم لهم نحن نرى انفسنا نحن مقصرين تجاههم نعم. اذا اغلب اراء الساده النواب كانت مطابقه لهذا للموافقة على هذا القانون لكن بعد ذلك كيف سوف يتم بعد تحويله الى مجلس الشورى كيف سوف يتم تطبيق هذا القانون وتنفيذه على ارض الواقع اذا تم هو هو الان راح للشورى وسيرجع للحكومه و... وانا متاكد انك ستكون بعد مقترحات اكثر و... مطالبة أكثر لهذه الفئة والاهتمام فيها أكثر وإن شاء الله أن الحكومة أتمنى إن شاء الله تكون تعاون معنا أكثر في هذا الجانب ودعمهم ومساندتهم أنا متأكد أن الحكومة لا يختلفون معنا في هذا الجانب لأن هذول يعني عنصر فعال في المجتمع وعنصر محبوب لدى الجميع وأنا بس أحب أوصل رسالة نعم. ل ل لكل أم أو أب وعنده ابن من ذو الاحتياجات الخاصه او معاق يجب ان يعلم انه تم يعني تكريمه او استثناء من الله سبحانه وتعالى اكرمها بهذه المعاق وهو مفتاح للجنه. الحرص والصبر والتاني والتعامل لان هذه الفئه ساعات يصادف الواحد تعامل معها بصعوبه ويواجهون عمل شاق لتهيئتهم في المجتمع. فلهم اجر عند الله سبحانه وتعالى نتحول الى التقرير الاخر الذي تم تمت مناقشته من قبل الساده النواب في الجلسه الاخيره وتقرير لجنه الشؤون الخارجيه والدفاع والامن الوطني بخصوص ما يتعلق بمشروع المرور لماذا يعني تم يعني مناقشه مثل هذا المقترح خاصه وان هناك هناك قانون للمرور وهناك قوانين يعني تنظم العمليه هذه احنا في اللجنه حرصنا ان نقابل جميع الجهات المعنيه نعم. وزاره الداخليه والى اخره واجتمعنا معهم اجتماعات كثيره ومطوله واخذنا مرئياتهم ورايهم في هذا الموضوع الماده 73 هم المقترح بقانون طلب تعديل الماده 47 ماده 47 من قانون المرور يعني موجوده ماده 370 ماده اشمل واوسع و يعني واضحه المعالم وتعالج هذا المشكله نعم. تصوير يعني مرفوض يعني هناك من يحاول مثلا يصور اذا صار حادث لا قدر الله في اي شارع ولا في اي محل شارع عام وتم شخص يوقف يصور اول شيء عطل الحركه نعم. ايضا يجرم انت تصور الناس هذه قد يكون للاساءه ولاشهارهم ولكن القانون نظم هذه الامور إن لو 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 تم موافقه على الماده 47 لاحتجنا نعدل حق الحريق، حق الهدم، حق يعني كل هذا اللي يحتاجون وقانون المرور هو قانون يعالج المخالفات المروريه في, في اسمه اما موضوع التجريم فما في مكانه ليس في قانون المرور. نعم. هم يريدون هذه الماده ان توضع في قانون المرور ان يجرم التصوير، التصوير تجريمه هو في في الماده 370 من قانون العقوبات إذن وهي اشهر فتم رفضه فتم رفضه في اللجنه على هذا الاساس نعم اذا ماذا ماذا طالب أستاذ النواب بعد رفض هذه التوصية؟ ماذا كانت يعني مطالبهم بخصوص هذه المادة او بخصوص هذا عدم يعني تجريم او نشر الثقافة او بعض النواب طالبوا بان يكون هناك دور اكبر لادارة المرور في هذا الشأن؟ هو هو قلت لك هذا ما يعني ما يتناسب مع يعني هو هم طلبوا احد نعم. الاخوان اللي هو الاخ محمد معرفي طلب تعديل الماده ذي 47 واضافتها في قانون المرور نعم. قانون المرور قانون يعالج المخالفات والحوادث والى اخره ولكن التجريم هو الماده 370 نعم. من قانون العقوبات موجود ويعالج هذه واشمل واوسع ولو وافقنا على هذه الماده وحلناها في قانون المرور لاحتجنا نشن قوانين جديده للهدم والحريق والى اخره فهذا موجود ومطبق ومفعل وحتى ممثلين وزاره الداخليه رفضوا هم اصلا معنا في هذه الامور فكان موافقه المجلس كله على رفض هذه الماده لانها مطبقه على ارض الواقع اذا في نهايه هذا اللقاء اشكر سعاده السيد عبد الله بن حوير رئيس لجنه الشؤون الخارجيه والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب شكرا جزيلا شكرا أحيان. شكرا جزيلا شكرا برئاسه معالي السيد احمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب عقد الاجتماع التنسيقي لوفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في الدورة المئة وثمانية التي ستعقد في جنيف خلال شهر مارس المقبل خلال الاجتماع أكد معالي رئيس مجلس النواب رئيس الوفد على أهمية المشاركة في الاجتماع الدولي وإبراز منجزات مملكة البحرين وبحث القضايا والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال والاستعداد الأمثل للتحضير الفاعل في اجتماعات البرلمان الدولي واللجان التابعة له من المقرر ان يتم عقد عدد من اللقاءات التنسيقيه للمجموعات العربيه والاسلاميه والاسيويه بغرض تنسيق المواقف وبحث مقترح مملكه البحرين بشان دعم القدس وافق مجلس الشورى على معظم التوصيات التي تبنتها لجنه الشؤون الخارجيه والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى بشان التقرير التكميلي للجنه بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم 91 لسنه 2013، حيث قرر المجلس الموافقه على توصيات اللجنه بشان المواد من الماده 15 لغايه الماده 24 بعد اعاده الترقيم واعتماد التعديل المطروح في الجلسه على الماده رقم 14 بعد إعادة الترقيم أيضا. يسرني أن يكون معنا في الاستديو سعادة السيد أحمد مهدي الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أهلا بك سيد أهلا فيك طبعا بداية يجب أن نتحدث عن أهمية هذا القانون. يعني بدون شك ان هذا القانون الذي اقره مجلس الشورى في جلسه يوم الاحد الماضي نعم. يعتبر خارج الطريق هناك نصوص واضحه يعني 25 ماده تتحدث بشكل تفصيلي وشامل عن كيفيه تسجيل المواليد والوفيات التي تحدث في البحرين وخارج البحرين الآن هناك نصوص واضحة يستطيع كل إنسان أن ينظر إليها سواء المعنيين بالأمر أو خلال مثلا نقل هذه القضايا أو مناقشة هذه القضايا من قبل القضاء في البحرين لديهم الآن نصوص واضحة ممكن الرجوع إليها وحسم الخلافات التي قد تتم في هذا الشهر. نعم اذا الجهات المعنيه بتنفيذ هذا القانون هي وزاره الصحه وزاره الداخليه هيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه كيف سيتم تنسيق ما هي الاليه التي سوف تعمل على هذه الجهات الثلاث طبعا اليوم هناك تطور كبير بالنسبه للحكومة الالكترونيه الاي جوفرمنت نستطيع نعم. هؤلاء اجهزه الدوله المختصه كما تفضلت وزاره الصحه والداخليه وهيئه المعلومات الالكترونيه من خلال اتصالاتهم الخاصه بهذا الشان، الاتصالات المعلوميه بهذا الشان ممكن هم يعني ياخذوا مثلا نوع من السياسه الموحده والقرارات الموحده خلال مناقشه موضوع معين فيما يخص التسجيل والوفيات، لان هناك بالرجوع الى البطاقه الهويه ممكن ان تحصل على جميع المعلومات وهذا التطور جيد يقلل من الاشكالات وقضاء وقت كبير في حل هذه المسائل اذا نعود مره اخرى مره اخرى لمناقشه الماده 24 طبعا هذه الماده متعلقه باللائحه التنفيذيه للعمل م. بهذا القانون. كانت هناك اشكاليه لماذا تم اعاقه اصدار مثل هذا القانون لهذه لهذا الوقت؟ في الواقع يعني خلينا اشير الى الماده 24، نعم. في الواقع الماده 24 خذت وقت كثير من المجلس <applause> في خلال النقاشات التي تمت، هناك كان ثلاث اطروحات الطرح الاول يقول ان الناحيه التنفيذيه يجب ان تصدر خلال اقرار القانون، وتصنيع على القانون ثلاثه اشهر. نعم. هناك من كان يقول سته اشهر. والحكومه الموقره في طرحها خلت سنه فخلال المداخلات العديده تم الاتفاق في النهايه على القبول بما طرحته الحكومه وهو فتره سنه واحده ولكن السنه هذه لا تعني حرفيا بأن يلتزم المشرع او الذي ينفذ هذا القانون بمرور سنه كامله، ممكن خلال اربعه اشهر، ممكن خلال خمسه اشهر، خلال سته اشهر، هي فقط لاعطاء نوع من المجال او الفصحى لاصحاب القرار ليتكيفوا في اتخاذ القرار الصائب الصحيح. نعم. أه نتحول للتحدث عن المادة 15 طبعا المادة 15 بخصوص تتعلق بخصوص التبليغ عن المواليد أو الوفيات أه كانت هناك أيضا كان هناك خلاف حول هذه المادة ما هو أوجه الخلاف وكيف يمكن حل هذا الخلاف في الواقع يعني كان خلاف شديد هناك في بين أعضاء المجلس أه وخاصة في فيما يتعلق طبعا كان هو هل كان الخلاف عن طريقة التبليغ؟ لا المده الله يسلمك المده المده نعم. وكيفيه الالتجاء عند انهاء انتهاء المده الى الجهات المعنيه بطلب لحل هذا الاشكال. نعم. كان هناك 15 يوم على الشخص الذي له مولود اول ما توفي ان يبلغ الجهه المعنيه ثم مدد الى 30 يوم. نعم طيب بعد انتهاء هذه المده 30 يوم كيف فرضا انه ما سجل هذا مثلا المولود او ما سجله لظروف معينه بحسن نيه او بسوء نيه كيف له ان يستطيع ان الحصول على شهاده وفاه او شهاده ميلاد فطلب القانون يطلب انه ان يكتب رساله الى رئيس الاداره المعنيه في وزاره الصحه والجهه المعنيه بان يطلب النظر في اصدار هذه الشهاده لا. طيب كان هناك خلاف هل المرور ثلاثين يوم إذا لم يستلم هذا الشخص رسالة بالموافقة يعني ضمنا أنهم هذه موافقة أم رفض؟ فكان هناك خلاف شديد، والطريقة الصحيحة التي طلع بها المجلس هي كالآتي: إذا مثلا مر 30 يوم ولم يقم المسؤول بإخطار الشخص المعني بالموافقة الرفض فمعنى ذلك بأنه يحق له أن يلجأ إلى القضاء. لماذا اعطي هذه الصفه؟ لان القضاء قضاء نزيه وسوف يقوم بدراسه الموضوع، بدراسه المس... بتأني واتخاذ القرار السليم حتى يستطيع الشخص المسؤول ان يبرئ نفسه وذمته وحتى يستطيع القاضي الحصول على البينات الاساسيه التي لم يقم الشخص بالتبليغ عنها، فكان هذا هو الحل المضمون والصحيح. تكلمنا عن يعني الحاله اذا كانت متواجده في مملكه البحرين ولكن ماذا عن المغتربين فيما يتعلق بالبعثات الدبلوماسيه فيما يتعلق بالطلبه هل هذا القانون سوف يعني يعالج هذه الثغره وهل يعني خاصه وان لا يوجد هناك محكمه الى اين سوف يلجؤون؟ ما هو الحل لهذه المشكله وهذه الثغره؟ طبعا القانون اعطى المغتربين خارج نعم. البحرين 60 يوم نعم. خلال هذه الفتره يجب عليهم ان يخطروا الجهات المعنيه سفارات في الدوله واتخذوا الاجراءات ولكن انا طرحت في الواقع سؤال خلال الجلسه الاخيره ماذا لو انتهى الستين يوم؟ ولم يستطع ولم المواطن داخل البلد أو غير المواطن حتى ممكن يلجأ إلى المحكمة هؤلاء كي لمن يلجؤون هناك المئات من المواطنين البحرينيين والمبتعثين الدبلوماسيين الذين يعملون في بعثات دولة البحرين في سوف يتضررون من هذا الشيء فأنا طرحت سؤال كيف لنا أن نعالج هذه المسألة طبعا لم يكن هناك جواب واضح بالنسبة لهذه المسألة ونعتقد أن هذه مسألة جدا ضرورية ومهمة يجب أن نحمي المواطنين خارج البلد وخاصة أن مسألة استخراج شهادة ميلاد اليوم يعني مهمة جدا, مهمة جداً. وخاصة لما يكون مواطن خارج البلد هو يعاني من الغربة والمشاكل ولا نريد أن نحمله فوق طاقته فيما يخص يجب أن نجد طريقة معينة مثلا بالتعاون مع وزارة الخارجية في البحرين. لايجاد اليات وطرق وسبل يستطيع المواطن خارج البحرين ان يلجا اليها اذا طلب الامر ذلك. فانا يعني بودي وامل من المجلس الوطني خلال تنفيذ هذا القانون بان هناك نوع من التطلع الى وضع او القيام بوقت مخترع. طبعا مجلس الشورى والنواب ممكن خمسة أعضاء يقومون بمقترح لإعادة أو صياغة أو إضافة مواد معينة على قانون معين أنا أمل إن شاء الله مستقبلا أن نستطيع أن نحمي هذه الفئة الم... التي تعيش خارج البحرين من المواطنين أي, لكن... أي... بمعنى يمكن أن يعقد المجلس الوطني بشقيه لا, م... لا يعني ممكن اذا كانت هناك لا الحاجة. لا ممكن وقت أخت... مثلا سهير سهير ان مجلس الشورى خمسة أعضاء يتبنون تعديل نعم. أو مجلس, مجلس النواب, النواب فيرسل إلى الحكومة المؤقرة الحكومة بعد موافقة القرار الحكومة تقوم بصياغة بصيغة, بصيغة مشروع قانون نعم. وعلى المجلسين أن يناقش هذا التعديل ويتم الموافقة عليه فاعتقد ان يعني المواطنين خارج البلد يجب ان يعطوا اهميه خاصه في هذا الشان. نعم ربما السؤال الذي يطرح نفسه الان يعني خاصه وان هناك وان هذا الموضوع او هذا القانون له اهميه بالغه، كيف كان التعاون بين يعني السلطه التشريعيه بشقيها النواب الشورى وايضا كيف بدا التعاون مع السلطات الحكوميه؟ نعم. في الواقع يعني انا يعني اشكر اشكر المجلسين. مجلس الشورى والنواب فيما يخص هذا القانون طبعا ناقش مجلس النواب وحيلة الى مجلس الشورى ويعني انا سعيد جدا بان معظم المواد التي ذكرت في مشروع القانون وتطرق لها مجلس الشورى خلال مناقشته في جلستين اخيرتين تمت الموافقه على معظم ما اقترحه النواب الاشقاء في مجلس النواب يعني المجلس اخذ بتوصيات وتعديلات مع المجلس النواب مثلا عندك الثلاثين يوم او السنه مثلا أو السنة, السنه على اساس فاخذ بها فاحنا يعني دائما نطلع الى مثل هذا التعاون وبدون شك يعني الحكومه الموقره أبدت رأيها بوضوح من خلال سعادة الأستاذ غانم المعينين رئيس المجلسين وأبدى ملاحظات قيمة في هذا الشأن ما هي أبرز ل... تلك الملاحظات؟ يعني مثلا السنة مثلا نعم. هل ناخذ سنة بالت... بالتنفيذ أو مثلا اللائحة التنفيذية فكان هو رأي ما تطرقت للحكومة سنة هو الأصح وفعلا يعني معظم الذين تحدثوا من مجلس الشورى أشادوا و... وساندوا طرح وزير المجلسين في هذا الشأن فهناك تعاون واخذ طبعا لمجلس... لمصلحه المواطن بشكل عام. نعم في نهايه هذا اللقاء اشكر سعاده السيد احمد مهدي الحداد رئيس لجنه حقوق الانسان بمجلس الشورى شكرا جزيلا. شكرا لك شكرا جزيلا. أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى جواز النظر في الاقتراح بقانون بتعديل المادة 43 من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2014 والمقدم من العضو جميل علي سلمان والعضو دلال جاسم السايد ناقشت اللجنة الاقتراح في اجتماعها السابق وارتأت مواصلة مناقشته وإعداد تقريرها بشأنه ورفعه إلى هيئة المكتب مكتب المجلس تمهيدا لعرضه على إحدى جلسات المجلس المقبلة يتيح الاقتراح بقانون للأطراف المتعاقدة والمتنازعة بشأن إيجار العقارات حق الطعن أمام محكمة التمييز على الأحكام الصادرة من المحكمة الكبرى المدنية بشأن القضايا المرتبطة بإيجار العقارات والتي سبق الحكم فيها أمام لجنة قضائية مختصة مشاهدينا الكرام انتهت حلقتنا لهذا الاسبوع من برنامجكم بعد رفع الجلسة على امل اللقاء بكم الاسبوع المقبل هذه اطيب تحية مني انا سورة وفريق العمل إلى اللقاء